السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل الجزء الثاني من المربع ده. المربع ده عملناه بالغرزة البسيطة، وزي ما قلت لكم الجزء اللي في النص ده بيكون غرزة صدفة، وبيبقى شكله فعليا حلو قوي، وفعليا كده بيكون مقفل. طريقته بسيطة وسهلة للناس اللي ما استوعبتش الطريقة اللي هي بالغرزة البسيطة. تعالوا اشتغلوا معايا النهاردة الجزء الثاني، هيكون بالغرزة العدلة. زي ما انتوا شايفين الفروق على فكرة مش ضخمة قوي، غير بس اهي ده شكل الغرزة البسيطة بيطغى على اي غرزة جنبه، فاهميني؟ لكن الغرزة العدلة شوية شوية بتدي تضليع مختلفة عن الغرزة البسيطة، وانا اعتقد ان الشكل يعني مش مختلف قوي للدرجة اللي يعني تخليني مثلا اختار حاجة عن حاجة. الاتنين حلوين والاتنين مميزين، بس شايفين سمك الـ السكوير ده او المربع بتاعنا ده، سمك المربع ده خفيف شوية عن بتاع الغرزة العدلة. فانتي لو عايزة حاجة تكون مثلا يعني هتعمليه مثلا بطانية، وتكوني عايزة البطانية دي مثلا يعني تقيلة، يبقى انت استخدمي الغرزة العدلة. لو عايزة البطانية تكون خفيفة او عاملاها البيبي وكده، فيفضل ان انت تعمليها بالغرزة البسيطة، لان شايفة فرق السمك نفسه كفاية، فاهماني؟ برضو الكلام ده بينطبق على اللبس، فانت لو عايزاها تكون اخف من الاتنين فانت استخدمي اقطان، وما تستخدميش نوع من الخيط يكون تخين. ده نفس المربع بتاع الغرزة البسيطة، شايفين شكله حلو قوي ازاي، وفي الوقت نفسه ده نفس عدد ده، بس شايفين ده طالع سيمبل قوي وخفيف خالص، وكمان اخف من اللي هو بالغرزة البسيطة وخيط صوف. تعالوا دلوقتي نشتغل المربع اللي هو بالغرزة العدلة ده. هجيب برضو خيط الاقطان المرة دي وابرة رقم 4. اوكي، المرة اللي فاتت عملنا 18 سلسلة، المرة دي هنعمل 20 سلسلة، لان انا قلت لكم تقدروا تعملوه باي مقاس وباي حجم. 1 2 3 4 5، قلت ان انتوا تقدروا تعملوه باي مقاس وباي حجم. الناس اللي هي بقى مش مستوعبة ان المربع ممكن يكون اكبر من 18 سلسلة، تعالوا معايا النهاردة هنشتغله باكتر من 18 سلسلة، وفعليا برضو تقدري تعمليه اكتر من ال20 اللي احنا عاملينهم. هي كل التركاية ان انتي تستخدمي عدد زوجي. طبعا انا عملت ال20 سلسلة، وادي وش السلاسل قلبت الظهر كده، وباخد من ظهر السلسلة، تمام؟ ادي ال20 سلسلة. دبوس العلامات لازم في موضوع المربع ده عشان ما تتلخبطيش او تحسي بعوامل يعني ارباك وانت شغالة، تمام؟ هنعد 10، ادي 3 6 9، وادي 10، تمام؟ هاجي كده في النص ما بين العشرة دول والعشرة دول، واحط دبوس العلامات تبعي، تمام؟ حد كده بسيطة خالص اهي، ادي 3 6، وادي 4 10، ماشي؟ وادي 4 و4 8، 3 و4 7، وكده 10. اخر سلسلة برتفع كمان سلسلة وبسحب كل 2 مع بعض، ولحد كده الموضوع عادي، تمام؟ دلوقتي ادي الدبوس اللي في النص اهو، تمام؟ يعتبر ما بين واحدة على اليمين وواحدة على الشمال، تمام؟ نضيف واحدة كمان من على اليمين، يبقى معانا كام على اليمين؟ 2 اهم، وادي 2 اهم، يعتبر واحدة معايا على الابرة وواحدة قبلها، تمام؟ باخد دول كلهم كده اللي هم الاربعة، ادي 2 3 4، تمام؟ واسحب برضو كل 2 مع بعض، تمام؟ طالما احنا عملنا المربع ده 20 واحدة، يبقى احنا كنا بنسحب، بصوا ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، وادي 9. بعديها بنروح ساحبين ال4 سلاسل. دلوقتي بقى طريقة الغرزة العدلة، شايفين ادي السلسلة اهي كلها، بروح كده في النص وفي فراغ اهو وبسحب، تمام؟ ادي السلسلة اهي كلها، طبعا هي ليها طرف من قدام وطرف من ورا، باخد انا الطرف اللي من قدام ده وبروح داخلة فين؟
في الفراغ اللي ما بين سلسلتين، بروح سحبه كمان مرة. ادي السلسلة اهي، طرف اهو منها وفي فراغ اهو شايفينه، بدخل فيه واروح سحبه. تمام، بشكل اسرع ادي السلسلة اهي، بدخل كده في النص واروح سحبه. اهي السلسلة شايفين، ادي طرف اهو وفي طرف ورا وفي فراغ ما بين كل سلسلة والتانية، بدخل انا في الفراغ ده واروح سحب. تمام، طيب انا خدت السلاسل اللي على اليمين كلها، وفي هنا ايه التجميع بتاع السلاسل، هدخل فيها اكيد؟ لا، هدخل في القمة بتاعتها واسحب سلسلة. تمام، التجميع دي هتكون 3 سلاسل، السلسلة الرابعة دي مش تبع التجميع، هاخدها عادي كغرزة. تمام، بفضل شغالة كده. كده انا اخدت كل حاجة معايا على الابرة في الصف اللي بعده. اخر الصف انا باخد السلسلتين. انت عايز تاخدي سلسلة واحدة، اتس اوكي، مش مشكلة رهيبة، بس انا هاخد الاتنين عشان توازي المنظر. ارتفع سلسلة ودلوقتي هسحب كل اتنين مع بعض. كده انا وصلت للتجميع اهي في النص. تمام، شايفينها؟ في واحدة قبلها وواحدة بعديها، واللي معايا على الابرة دي الرابعة. اوكي، باخد ادي كده 2 3 4، بصوا بلف اهو بكمل. المفروض ان انا كنت برتفع سلسلة في غرزة الصدفة، لا مش برتفع سلسلة، بسحب على طول كل اتنين مع بعض. شايفين المنظر؟ عامل زي السبع كده او الايدين المفتوحة، وده بشكل بسيط جدا الصف اللي من بعده. طبعا احنا بندخل طريقة الغرزة العدلة، لو غرزة بسيطة انتوا شفتوها في الفيديو اللي فات. اخر هي واحدة من هنا من على اليمين، ودايما بنقسمها يمين وشمال، لان الجزء اللي في النص ده هو اللي بيجمع الجزئين دول على بعض لحد ما بيبقى ايه في قمة للمربع بتاعي. تمام، القمة دي اهي باخد منها واحدة، فيما بعد القمة هما القمة بتكون 3 بس، الرابعة دي انا بعملها عادي غرزة. اخر صف باخد كده السلسلتين من الجنب وارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض لحد ما اعمل ايه، لحد ما الاقي الجزء اللي هو في النص ده اهو احنا معلمينه. فيه واحدة اهي بتبقى في النص، تمام، في 2 قبلها واحدة بعديها، لما بنيجي كده نعملهم اهم هما كده بيبقوا 4. تمام، اهي واحدة اهي في النص، تمام، اللي هي تبع القمة، واحدة من على يمينها واحدة من على شمالها. تمام، والواحدة اللي انا يعتبر هي معايا على الابرة دي بتكون الرابعة بتاعتهم. تمام، من المفروض ان انا اقفل الصف، مش هقفل القمة دي، لا انا بقفل كل اتنين مع بعض عادي كأن القمة مش موجودة. اوكي، وده المنظر، كل مرة بيجي يضيق عن اللي قبله. نستكمل مع بعض، بدخل بطريقة الغرزة العدلة. طبعا انتوا كده مش فايتكم اي صف. تمام، طريقة الغرزة العدلة اهي السلسلة كلها، باخد طرف بس كده وبدخل في الفراغ واسحب القمة واحدة، فيما بعد القمة، القمة بتكون 3 بس، اللي بعدها بستخدمها عادي كغرزة، مفيش اي مشاكل، وهي بتكون اصلا غرزة وباينة ان هي غرزة يعني. تمام، ببطء خالص اهو لنهاية الصف. اخر صف ممكن تاخدي طرف على فكرة من السلسلة، بس انا باخد الاتنين عشان المنظر يكون يعني منمق اكتر. ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض لحد ما بلاقي ايه، لحد ما بلاقي نفسي عند القمة دي، القمة اللي هي التجميع بتاع الكام غرزة دول. فعليا هي بتكون في النص، واحدة يمينها واحدة شمالها، واللي معايا على الابرة بتكون الرابعة. بسحب الاربعة، بصوا بسحب عادي واكمل الصف.
طبعا ممكن تعمليه على فكرة بألوان مختلفة كمان، يعني انت عارفة الطريقة دي، وكمان يكون فيها ألوان، او انت تعمليها مثلا بخيط جونجو تبقى فظيعة. شايفين؟ ادي القمة من بعدها اهو، تمام. القمة فيها ثلاثة، فهي الثلاثة بتكونوا متجمعين، اللي من بعدها بتكون باينة ان هي مش محتاجة غير ان هي تكون غرزة. اخر الصف، وارتفع سلسلة، وبسحب كل اتنين مع بعض. ادي وصلت للقمة كده، اتنين اهو قبلها، تمام، وواحدة بعديها اهي، تمام. بسحب الاربعة، وقت ما توصلي للقمة في واحدة على اليمين، واحدة على الشمال، وواحدة معاكي على الابرة، وبما فيهم القمة نفسها، فكده بيكونوا اربعة. وبسحب باقي الصف عادي. شايفة؟ كمان ادي القمة، ادي كده انا سحبت اول سلسلة، بعد كده في القمة. طبعا كل مرة في تنازل يا جماعة، شايفين؟ هنا واحد، اتنين، والتالتة اللي هي بتكون في الجنب. ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض، تمام. ادي هنا القمة اهي، انا سحبت بس اول اتنين، تمام. بعد كده اسحب الاربعة واكمل باقي الصف، تمام. كده هي دي بس، بعد كده القمة. يبقى انا اروح على القمة على طول وياخد اول سلسلة، تمام. الاتنين الاخرانيين، ادي واحد وادي اتنين، ارتفاع سلسلة. فعليا معايا دلوقتي الايه، الاربعة اللي هما النهاية بقى خلاص بتاع المربع، وارتفع سلسلة واقطع الخيط. وزي ما انتوا شايفين، ادي مربعنا بالغرزة العدلة. تعمليه بالغرزة العدلة او الغرزة البسيطة زي ما انت شايفة، ده بالغرزة البسيطة. فرق الاتنين سلسلة طبعا اكيد باين في العرض زي ما انتوا شايفين، بس ما ينفعش مثلا لما نيجي نجمع المربعات دي مع بعض، انت تعملي ده 18 وده 20 او ده 40 وده 10، هيكون في عدم تناسق. ممكن نعملها بالشكل ده وتطلع مظبوطة، ليها حسابات تانية وطريقة تانية، تمام. ان انت تعملي مثلا مرة مربع كبير، مرة مربع صغير، ممكن تعمليهم على فكرة كمان منفصلين، وتجمعيهم بالطريقة اللي جمعنا بيها الايس كاب لو فاكرة، لان طبعا شايفة اطراف المربع عاملة ازاي، فانت ممكن تجمعيها بالطريقة دي. ليكي الخلق، اتس اوكي. اللي احنا هنعمله الفيديو الجاي ان شاء الله، ان احنا هنجمع المربعات دي اثناء الشغل مع بعضينا. وبكده نكون خلصنا النهارده مربعنا بالغرزه العدله، وده مربعنا بالغرزه البسيطه. اعتقد ان مفيش فروق جامده قوي ما بين المربعين. تختاري غرزه عدله او غرزه بسيطه، ده ينطبق انت هتعمليه لايه او هتعمليه عشان مين. يعني انت ممكن تعمليه عشان طفله، فانت مينفعش انت تخلي الغرز سميكه قوي، خليها يعني مثلا خفيفه كده وبسيطه عشان الحمل. لو انت هتعمليه بطانية او حاجة، فيفضل ان هو يكون على حسب انت تعمليه لطفل، فانت اعمليه بالغرزة البسيطة، لان هي اخف نوعا ما في السمك وفي الوزن كمان ما بينها وبين الغرزة العدلة، تمام. مش عايزاها بالغرزة البسيطة ومصر على الغرزة العدلة، خفي نوع الخيط. هاتي الخيط بتاعك يكون رفيع، التأثير هيكون اخف بكتير، لان فعليا الاتنين دول مفيش فروق رهيبة ما بينهم وبين بعض. لو عجبكم اللي احنا عملناه النهارده، لايك وسبسكرايب، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، نجمع فيه المربعات دي مع بعض. مع السلامة، باي.